وللحديث عن المحاصصة في العملية السياسية والاتهامات لها بالفساد مع استمرار الصراع السياسي، معنا من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية السيد علي الصاحب. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا. على أي أساس أستاذ علي يبقى المسؤولون في مناصبهم لأكثر من 10 سنوات؟ نعم، تحية مسائية لك ولجمهورك الكريم. أنا في البداية أحب أن أعرف بأن الدولة نظام اجتماعي اقتصادي سياسي ثقافي يتكون من الأرض والشعب والحكومة والسيادة، ووظيفة الجميع الالتزام بالقانون طوعا وتحقيق المواطنة من خلال بسط العدالة والالتزام بمقررات الدولة التي تدار فيها المؤسسات من خلال نظام ديمقراطي كما تدعي حكومتنا الآن. ولو عدنا لبلدنا لنظرنا إلى نظام الحكم، نظام هجين وغريب، فالمتداول والمعروف أن عندما تشكل الحكومة وتكلف الكتلة الأكبر بمنصب رئيس الوزراء يأتي يقدم طاقمه الوزاري المتمثل بالوزراء وما تبعهم. لكن في العراق استحدثت أشياء غريبة كما قلت، وهي بعض الهيئات وبعض المناصب الخاصة هاي حصة الأحزاب. نعم. يعني يتغير وزير، يتغير رئيس وزراء، هاي حصة الحزب الفلاني والكتلة الفلانية. شو احنا نسميها هسه، استحدثنا هاي موضوع الخطوط الحمراء. وهاي طبعا مستشرية، مع العلم ان الكل يعرف انه لا توليد في السياسة كما لا يوجد جبر للخواطر. لذلك يا سيدي العزيز، العقبات كثيرة في هذا البلد الذي يقاد ربما ليس من الداخل بقدر ما يقاد من الخارج. نعم. والنكبات كثيرة والأزمات كثيرة. ويا ريت اللي متمسك بهذا المنصب يكون قيادي، يكون أكاديمي، وكفو، يكون قادر على اجتياز المرحلة أو قيادة المنصب اللي هو به. لا وحقك لا يفقه من الأمور لا الفنية ولا الإدارية بعض الشيء، لأن لا يفهم فيها دكتور. في المقابل هناك حرمان للشباب من فرص التوظيف والمساهمة في بناء البلاد، هناك مئات آلاف الشباب لا يحصلون على الوظائف المطلوبة مع الأسف. يعني للأسف هي هاي المحاصصة المقيتة اللي اجتاحت العراق واللي فرضتها علينا قوى أجنبية، مثل بدأت بلبلنة العراق ومن ضمنها خرجت هذه الأحزاب الفاسدة، حربت الكوادر الشبابية اللي تمتلك عقلية وتمتلك رؤى وتمتلك شهادات حقيقية كانت باستطاعتها أن تقدم الكثير. العراقي معروف عنه شعب ولاد، شعب قادر على الإبداع. ولكن لما يأتي الحزب الفلاني بمجموعة من الصعاليق، دعني أسميهم بصراحة، لا يفقهون لا إداريا ولا فنيا، ويعطون هذه المؤسسة، بالتأكيد هذه المؤسسة ما راح تقدم 1% من الخدمات اللي يفترض أن تقدمها، باعتبار أن الوحدة بآمرها إذا كان الوزير أو كان مدير العام أو كان رئيس الهيئة بهذا المستوى. نعم. وبالمناسبة حتى نكون صادقين، هو المنصب اليوم ترى المنصب حتى المنصب الوزاري الله وكيلك يباع ويشترى، وهذا على العلن. منصب الوزير الفلاني كذا دفتر أو كذا مليون دولار، ومنصب المدير العام كذا، وصلت حتى على مناصب بسيطة في وزارات وفي دوائر، مدير وحدة، مدير شعبة، هذا هم مقابله. إذا الشاب شو وقت يتمكن من أن يبدع بطاقاته، بشهادته الجامعية، برؤاه، بخططه، بشهادته الدكتوراه والماجستير ذا اللي يحملها. لذا وهناك من يغيبهم، هناك من يقبع أفكارهم. فبالتالي إحنا وصلنا إلى هذا الحال المتردي، وأنا اليوم أشكي لك وأشكي إلى الله قبل أن أشكي لك حالة الكهرباء المتأزمة اللي إحنا دافعين عليها بحدود ما يقارب 84 مليار دولار. شوف هذا 84 مليار دولار ميزانية كم دولة مجاورة، احنا دافعين من 2005 لحد الآن، وسبع وزراء كهرباء ما استطاعوا ان ينجزونا، في حين دول اقليمية ودول شقيقة كدولة مصر الشقيقة من خلال سنتين بشركة سيمنز استطاعت ان تعيد الكهرباء وهي مستعدة حتى لتصدير الكهرباء. طيب. نعم. هذا النظام كما تفضلت الذي يتحاصص في هذه المناصب، هو في نفس الوقت المناصب كانت سببا في الصراع بين أحزاب السلطة على تلك المناصب والحقائب الوزارية والمدراء وما إلى ذلك. هذا أيضا ترك أثرا كبيرا في البلاد. بكل تأكيد،
لا هسه بعد كما يقول العراقيين يزيدك بالشيء، البيئة ما اكتفوا بس بالمناصب، هسه انه صارت عندنا متعة جديدة التوريث. يعني يجي الوزير اولاده اولاد نسابته اولاد خاله يوزع لنا اياهم، هاي بالبدايه كانت محصوره بالسفارات. يجينا وزير خارجيه من فلان طائفه او فلان حزب او فلان مذهب، جمعهم جماعته، روح انت سفير بفلان دوله. انت تصدق استاذ العزيز احنا عندنا سفراء في دول ما عندنا عراقي بيها، هاي وين صارت؟ يعني هو شنو فائده السفير او القنصل؟ غير تمشيه احتياجات المواطن العراقي في تلك الدوله، انا من اجيب سفير في تركيا اكو جاليه عراقيه تحتاجه، مو هالشكل؟ او في مصر او في الاردن او في اي دوله عربيه او اجنبيه. طيب انت تودي سفير في دوله ما يوجد فيها ولا واحد عراقي، هاي شو تسميها؟ ناهيك عن الوزارات، مدير المكتب، مدير العلاقات، مدير المبيعات، هاي كلها محسوبيه واقارب، واذا مو اقاربه فمفروض عليه بسعر. تشتري فلان ما منصب. تفضلت به استاذ علي، ما تفضلت به هو امر مهم. التقاسم هذا ادى الى ظهور ما يسمى بحكم العائلات او العشائر في البلاد، وبالتالي المنظومه الاداريه والمنظومه السلطويه اصبحت يعني تحكمها بعض العائلات في بعض الاحيان. نعم. يعني سيدي هي الدوله حتى تنهض بالمستوى المطلوب هناك ثلاثه اركان تقوم عليها، القياده والاداره والعمل. العراق وللاسف نقولها خالي من القياده ومن الاداره ومن العمل. لا عنده قائد قاعده الرجل المناسب في المكان المناسب، ولا عنده خطط مستقبليه وخارطه طريق للاداره، ولا عنده حتى هناك نصوحه في العمل، لانه اليوم احنا حتى التخصيصات الماليه، وبالمناسبه انت لو تطلع على الميزانيه العراقيه ميزانيات انفجاريه، يعني تخصيصات للوزارات تخصيصات خياليه، ارقام فلكيه، رغم كل السرقات وقسم منها يبقى ما يقدر يصرف لانه ماكو اداره صحيحه، ماكو قياده صحيحه، ماكو مشاريع تنفيذيه، وبالتالي تتلاعب الاحزاب والكتل ويبقى العراق يراوح في مكانه. واحنا اليوم وصلنا الى مراحل سيئه جدا، قمنا نصنف من الدول المتاخره جدا صحيا وتربويا ومن كل المجالات. هذا هو بسبب القياده الفاشله، بسبب المحاصصه، بسبب المهاتره، وبسبب عدم الخوف من العقوبه. طيب في هذا النقطه تحديدا استاذ علي، موضوع المحاصصه وموضوع الحكومات المتتاليه المتعاقبه التي كل حكومه تسلم الأسوأ للحكومه التي بعدها، هل تعتقد بأن الحديث عن حكومة توافقية وإعادة الانتخابات وتشكيل حكومة ممكن أن يؤدي إلى تحسين الأوضاع وأن يأتي بمن لديهم الهم على مصير البلاد؟ نعم، أحسن سؤال جيد. يعني لا يخفى على أحد بأن اليوم بأنه حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة صار مطلب شعبي سياسي الكل تطالب به، ولكن يا سيدي المعضله وين؟ المعضله احنا حتى وين احنا نسمع طبعا من الطرفان من الاطار والتيار، تعرفون اللي هم قطبان متنافران اصبحوا الاثنين على قناعه بانه نعيد الانتخابات، بس مشكلتنا اللي راح او المتاهه الجديده اللي راح نوقع بها هو قانون الانتخابات، لان احنا هذه الانتخابات الاخيره اللي هي ايضا جاءت متقدمه بعد ما تم اسقاط حكومه عادل عبد المهدي، هي ايضا اصبحت بدوائر متعدده، استفاد منها استفادت منها كتله معينه وتضررت كتله اخرى. اليوم الكتل السياسيه توافق على اعاده الانتخابات ولكنها تختلف على قانون الانتخابات، هذه من جهه. جهه اخرى تعرف اليوم حضرتك حتى نشكل او نسوي انتخابات جديده يرادلنا بحدود ال 430 450 مليار دولار على مود نفقات، يرادلنا فتره زمنيه بحدود 6 الى 9 وربما الى سنه. لازم نحتاج الى مفوضيه جديده باعتبار هاي المفوضيه شابه الكثير من اللغط. لذلك اليوم احنا ما نعتمد على الاقوال، يطلع الحزب الفلاني والكتله الفلانيه وتناغمت ووصلنا الى الحدود، وحتى زياره بلاسخر هي جاءت تحمل رؤى وفكر، ولكن المشكله احنا ما عندنا قناعه بما نمر به وما ما نسير عليه، وما عندنا رؤى حقيقيه ولا خارطه طريق. حل البرلمان والذهاب الى الانتخابات الكل تنادي بها، ولكنها سنقع في نفس الخطأ الذي وقعنا فيه قبل عام من إجراء انتخابات، وسنقع وستبدأ من جديد هذه المناكفات وهذه المهاترات
وربما سيقع ما لا يحمد أشكرك. ربا. من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية السيد علي الصاحب، شكرا لك.